السلام عليكم البنات ومرحبا بكم لما شاء الله فيديو جديده. الفيديو نتاع اليوم اللي من خلاله غادي نشارك معكم مكياج خفيف وظريف وسهل بالنسبه للمبتدئات، بالخصوص الا كنتم مهتمين بقاء مثل كاول مرحله مهمه جدا اللي هي مرحله الترطيب. غادي نستعمل انا هنايا الكريم من اوليك وغادي نرطب بها البشره نتاعي قبل ما نستعمل كريم الاساس اللي من لا مارك كاتريس. بالنسبه للبنات لي ريفيرونس وداكشي كامل غتلقاو كلشي في صندوق الوصف. بعد غادي نستعمل ميلاني اللي هضرت لكم ديجا عليه من قبل واللي كيعجبني بزاف. دونك هو اونتي سيرن وفي نفس الوقت فون دو طون. هنا غادي نستعمله انا كاونتي سيرن وغادي ندرق به الحبيبات اللي عندي، واخا ماشي ندرقهم بزاف لان ماشي الهدف نتاعي ان تكون عندي تغطيه كامله، داكشي علاش استعملت بعدا كاتريس مي فوالا. دونك هو اللي غادي ندير به شويه ندرقو دوك الحمرار نتاع الحبوب. لا بودغ اللي كتكون مهمه باش اننا كنخفوا اللمعان نتاع الكريم الاساس اللي كنكونوا مستعملين. غنستعمل انا بالنسبه لي هنايا اللوس باودر نتاع إليغر. نفوت المكياج نتاع العيون وهنا غادي نستعمل كاول حاجه مارون اللي كيكون مات وزوين بزاف، غادي نديرو فوق العظمه نتاع عينيه. دونك فوالا كنخدمو مزيان مزيان وكنستومبيه. هنايا بالنسبه لي فغابو بيغ كاول حاجه غنستعمل هذا نتاع نوسيبي اللي صراحه زوين. دونك واحد الغوز زوين غنديرو فوق المارو بهذه الطريقه هذه، وغادي ناخذ المارو اللي كاين زوين غنديرو فوق من لا بوبيغ موبيل نتاعي كامله. غادي ناخذ الباليت نتاع نيكس غناخذ فيها هذا المارو اللي تري فونسي وغادي نديرو لتحت فرمش تحتانيين نتاعي. فاغا بوبيغ اللي غادي يكون واغ غادي نتراسي واحد ايلانور خفيف بزاف. نعمر حجباني بهذه الطريقه هذه في الفراغات. ومن بعد اكيد ان المرحله نتاع الماسكارا مهمه جدا. دونك بالنسبه لي غنستعمل هذه نتاع لاغوش بوزي. من بعد غنستعمل لاباليت نتاع كيكو. غادي ناخذ فيها نفس الفغاجو اللي صراحه زوين بزاف، كيجي هكا غوز بيبي رائع. بالنسبه للهايلايتر هو غنستعمل تاع لا مارك اسونس. ومن بعد غنستعمل الغوج على ليفغ الرائع نتاع كيكو لي نيود واللي غادي يجي غزال مع هاد الميك اب هذا. اي فوالا البنات كانت هادي لا فيديو اللي جيسبر بيان انها تكون عجبتكم، وانا ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو قريب بزاف. باي باي.